حقيقة الوقت وحياة المرء هو الوقت الذي يعيش فيه الآن، ما تتنفسه الآن هو هذا في الحقيقة، هذه هي الحياة وهذا هو الوقت وهذا هو الوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هذه الحقيقة في الجواب الكافي، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ما لم يكن لله وبالله غير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه ما عاش، وإن عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى كلامه رحمه الله.